خلينا ناخد معانا على التليفون سيادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سيادة السفير. أهلا بك يا أستاذ يوسف. أهلا بحضرتك سيادة السفير. مهم عندنا جدا إن احنا نفهم يعني مش هقول فحوى هذه الرسائل التضامنية واللي حملها معالي وزير الخارجية إلى سوريا وإلى تركيا، ولكن كيف تتعامل مصر دائما مع أي معاناة إنسانية من جهة ومع الدول الشقيقة والدول المجاورة لها أيضا في الإقليم؟ طبعا مصر بتعبر عن قيمها الإنسانية والتزامها بهذه المبادئ، وهي أيضا تدير علاقة مع الأشقاء قوامها التضامن الإنساني، وليس فقط المسعى من أجل التقارب السياسي. العنوان الأوضح هي زيارة لكل من دمشق وأنقرة عنوانها التضامن الإنساني ونقل كوامن الشعب المصري ومسانداته للأشقاء في سوريا وفي تركيا، والتعبير عن عمق العلاقات بين مصر وشعبها والشعوب العربية الشقيقة، خاصة الشعب السوري الذي ترتبط به مصر يعني بوشائج من التاريخ والثقافة والشراكة في المصير الواحد في حرب أكتوبر للمجيد، وكذلك مع سوريا لدينا الجالية السورية المتميزة التي تعاملنا معها كما ذكرت سيادتك كجزء من نسيج المجتمع المصري ولم نعاملها أبدا كلاجئين، فأضافت بثقافتها لدعم العلاقات سواء كانت تجارية أو اقتصادية أو إنسانية. وعموما الرسالة الأهم في زيارة السيد سامح شكري أن الوضع بات مهيئا لاستعادة سوريا إلى الصف العربي. أنا أعتقد أن هناك دبلوماسية لابد أن تمارس سواء من خلال الدبلوماسية المصرية رفيعة المستوى مع الجيران، منها تركيا على سبيل المثال، يعني سنتحدث عن تركيا في إطار الزيارة، لكن تركيا أيضا كقوة إقليمية مؤثرة في الشأن السوري، وحتى العلاقات مع الولايات المتحدة وروسيا تحل القضية السورية من زاوية أيضا الاقتراب الإقليمي من قوى لها تأثيرها زي السعودية وزي إيران. طبيعي. وبكل تأكيد أن إدارة هذا الحوار لاستعادة مكانة سوريا في الجامعة العربية هو الهدف أنا أرى الأهم، في إطار يعني الاستقبال الذي ميز الزيارة مع الرئيس بشار الأسد وكذلك مع فيصل المقداد وزير الخارجية، والحفاوة التي استقبلت به زيارة وزير الخارجية المصري هي تعبير فعلا. وهناك فرصة، هناك فرصة لسوريا حتى مع هذا الزلزال المدمر ونتائجه أن تقاربت صفوف الشعب السوري وأبناء شعبها في جميع المناطق، وعلى المسؤولين في سوريا ربما إدارة حوار انتهازا لهذا التصافي وهذا التلاحق يعني المعنوي بين أبناء الشعب السوري لتفتح حوارا مع المعارضة، لأن الحاجة للدولة السورية اليوم هو أهم ما يميز هذه المرحلة الصعبة، لأن الكل في حاجة لدور الدولة السورية. وأنا أعتقد أن عودة سوريا للجامعة العربية ستساهم في مواجهة الضغوط الإقليمية أو الاستقطابات الإقليمية والدولية الواقعة على سوريا، فترك سوريا بعيدة عن الأسرة العربية وعن الإطار المؤسسي الجامعة العربية يستحق من الدبلوماسيات العربية المصرية الإماراتية الأردنية العراقية أن تمارس أو تواصل اتصالاتها بالأطراف الإقليمية خاصة في تركيا والسعودية وإيران، وعلى المستوى الدولي بالولايات المتحدة وروسيا، حتى نهيئ الأجواء لاستعادة مكانة سوريا في الجامعة العربية وإبعادها إذا كانت لدينا بعض المشاكل مع الاستقطاب الراهن بين إيران وسوريا، فلابد أن تتاح لسوريا فرصة في حضنها العربي كي توقف صامدة بدعم عربي ومساندة لتتعامل بندية. ولا أظن أن الحوار الذي دار في بغداد مع السعودية وإيران ومصر والدول الفاعلة في المنطقة يهيئ الأجواء لحوار إقليمي يقود لتهدئة وقف التدخلات الخارجية من قوى إقليمية زي تركيا وإيران، وإتاحة الفرصة لاستعادة الصف العربي والرد على المخاوف الخليجية والسعودية فيما يتعلق بعودة سوريا إلى الجامعة العربية. لابد من دبلوماسية رفيعة المستوى كما قام اليوم السيد سامح شكري في زيارته الهامة والمؤثرة. لا تنسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عقد كارثة الزلزال هاتفيا مع الرئيس بشار الأسد، والتقى بالرئيس التركي في الدوحة في افتتاح كأس العالم، وقبلها يعني تواصلات
بمعنى أن المحيط الإقليمي في وسط هذا الاضطراب السياسي والضغوط الاقتصادية يحتاج التهدئة. المشاركة المصرية اليوم لما أشاد البيت الأبيض ورئيس بايدن بالموقف المصري في قمة الأمن في العقبة أو في الاجتماع العقبة، لا أأمل ربما يا أستاذ يوسف أن يتحول إطار مؤسسي تجتمع فيه الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية والمصرية، ليس فقط على مستوى أمني ربما في المرحلة الحالية على المستوى الأمني لأهمية، ولكن الانتقال لمرحلة سياسية ودفع التفاوض للأمام، وننتقل بعد ذلك للدور المصري الهام وزيارة الوزير سامح شكري لتركيا، وأعتقد كانت زيارة هامة جدا وهي تعبير عن التضامن ولكن لها أبعاد سياسية أيضا. طيب يمكن وأنا باخد الجملة الأخيرة وبالتأكيد لها أبعاد سياسية أيضا، هنا أنا أسأل سعادة السفير محمد حجازي بخبرته الطويلة، أنه هل ترى بأنه زيارة وزير الخارجية المصري بصفته لأول مرة إلى دمشق من 2011 وإلى أنقرة لأول مرة من 2013، مصر مستمرة في سياسة تصفير مشاكل المنطقة حتى وإن تبقت بعض التباينات؟ أنا أتفق مع حضرتك تماما، يعني لابد أن نعترف أن هناك تباينات ستبقى سواء في المشهد السوري المصري أو السوري العربي، وعلى الدبلوماسية المصرية كما ذكرت أن تأخذ مقدمة التواصل مع القوى الدولية وكذلك مع القوى الإقليمية المؤثرة في المشهد السوري ومنها تركيا، إيران أيضا والمملكة العربية السعودية وباقي دول الخليج لعودة سوريا إلى الصف العربي كي تكتمل الصورة على النظام أو على عفوا وعلى الدولة السورية أن تسعى من أجل التواصل انتهازا لهذا الشعور العام بالانخراط الوطني عقب كارثة الزلزال، للتواصل مع المعارضة في الأقاليم السورية الثلاث المنقسمة على أن تقود المشهد من أجل عودة سوريا لمكانتها الإقليمية والدولية. ومن هذا الرابط العربي بسوريا يتم التعامل مع قضايا الاستقطاب الإقليمي وليس عزل سوريا واستمرار انفصالها عن الجسد العربي، فعودتها مع معالجة إقليمية للعلاقات الخليجية الإيرانية العلاقات المصرية التركية يمكن أن نصبو إلى إقليم يقود شعوبه للازدهار ويواجه الضغوط والتحديات التي نشهدها. أما في تركيا فالمشهد في حاجة لبعض اللمسات الأخيرة، ولكن بعد حديث الرئيس وأردوغان وتواصل السيد سامح شكري في هذه الزيارة الهامة بات الحديث واضحا أن مصر ستعمل دوما من أجل علاقات قائمة على أساس القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول، فإذا ما اكتملت هذه العناصر في العلاقة المصرية التركية فأهلا بشعب وبقيادة لدينا مع علاقات تاريخية وثيقة، ولعل يعني المشهد الإنساني الحالي ترجم مكنونة الشعب المصري وصدق مشاعره وتقديره للشعب التركي، ولعل القيادة السياسية في مصر عبرت من خلال زيارة دمشق وزيارة أنقرة عن مكنون الشعب المصري وقيمه ومبادئه وحبه لأشقائه سواء في سوريا أو اتصاله النفسي والعاطفي مع الشعب التركي العزيز. أنا بشكرك جدا سيادة السفير، كل الشكر لسعادة السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق